من الضروري علينا نحن أن نهتم لإعادة الدور العلم للإنقاذ، فإن العلم نور، ومهما تمكن الإنسان من نشر العلم تمكن من نشر النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكنه الآن نحن بحاجة إلى تجديد هذه الحياة، حتى نجدد هذه الحياة الواقعية ونتمكن من أن نتقدم إلى الأمام وننقذ المسلمين من هذه المهاوي السحيقة وهذه المشاكل العويصة. والله سبحانه وتعالى ناصر من نصره.